استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي كبيرة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في قطاع غزة سيغريد كاخ. وأكد وزير الخارجية على انفتاح مصر على التعاون والتنسيق مع كاخ لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وقد أعربت كاخ عن شكرها لمصر على جهودها المستمرة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مبرزة حرصها على العمل مع مصر على استعادة وتيرة دخول المساعدات والشروع في بدء إعادة الأعمار والتعافي المبكر فور انتهاء العمليات العسكرية.